أحكام الغسل. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحابته والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أيها المستمع الكريم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد، فقد عرفت مما سبق أحكام الطهارة من الحدث الأصغر ونواقضها، فكنت بحاجة إلى أن تعرف أحكام الطهارة من الحدث الأكبر، جنابة كان أو حيضا أو نفاسا. وهذه الطهارة تسمى بالغسل بضم العين، وهو استعمال الماء في جميع البدن على صفة مخصوصة يأتي بيانها إن شاء الله تعالى. والدليل على وجود الغسل من الحدث الأكبر قول الله تعالى: وإن كنتم جنبا فاتطهروا. قد ذكروا أن الغسل من الجنابة كان معمولا به في الجاهلية، وهو من بقايا دين إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام فيه. وموجبات الغسل ستة أشياء، إذا حصل واحد منها وجب على المسلم الاغتسال. أحدها خروج المني من مخرجه من الذكر والأنثى، ولا يخلو إلا أن يخرج في حال اليقظة أو حال النوم. فإن خرج في حال اليقظة اشترط وجود اللذة بخروجه، فإن خرج بدون لذة لم يوجب الغسل، كالذي يخرج بسبب مرض أو عدم إمساك. وأما إن خرج في حال النوم وهو ما يسمى بالاحتلام وجب الغسل مطلقا، سواء وجد لذة أو لا، بفقد إدراكه فقد لا يشعر باللذة وهو نائم. فالنائم إذا استيقظ ووجد أثر المني وجب عليه الغسل. وإن احتلم ولم يخرج منه شيء ولم يجد له أثرا لم يجب عليه الغسل. الثاني من موجبات الغسل إيلاج الذكر في الفرج ولو لم يحصل إنزال، في الحديث الذي رواه مسلم وغيره عن النبي صلى الله عليه وسلم: إذا قعد بين شعبها الأربع ثم مس الختان الختان فقد وجب الغسل. يجب الغسل على الواطئ والموطئة بالإيلاج ولو لم يحصل إنزال، لهذا الحديث ولإجماع أهل العلم على ذلك. الثالث من موجبات الغسل إسلام الكافر عند طائفة من العلماء، فإذا أسلم الكافر وجب عليه الغسل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بعض الذين أسلموا أن يغتسلوا. ويرى كثير من أهل العلم أن اغتسال الكافر إذا أسلم مستحب وليس بواجب، لأنه لم ينقل أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأمر به كل من أسلم، فيحمل الأمر به على الاستحباب جمعا بين الأدلة، والله أعلم. الرابع من موجبات الغسل الموت، فيجب تغسيل الميت غير الشهيد في المعركة، فالشهيد في المعركة لا يغسل، وتفاصيل ذلك تأتي في أحكام الجنائز إن شاء الله تعالى. الخامس من موجبات الغسل الحيض والنفاس، لقوله صلى الله عليه وسلم: من حائض وإذا ذهبت حيضتك فاغتسلي وصلي. قوله تعالى: فإذا تطهرنا، يعني الحيض يتطهرن بالاغتسال بعد انتهاء الحيض. صفة الغسل الكامل أن ينوي بقلبه ثم يسمي ويغسل يديه ثلاثا ويغسل فرجه، ثم يتوضأ وضوءا كاملا، ثم يحفي الماء على رأسه ثلاث مرات يروي أصول شعره، ثم يعم بدنه بالغسل ويدلك بدنه بيديه ليصل الماء إليه. والمرأة الحائض أو النفساء تنقض رأسها للغسل من الحيض أو النفاس، وأما غسلها من الجنابة فلا تنقضها من أجله لأجل المشقة في التكرار، ولكن يجب عليها أن تروي أصول شعرها بالماء. ويجب على المغتسل رجلا كان أو امرأة أن يتفقد أصول شعره
ومغابن بدنه وما تحت حلقه وإبطيه وشرته وطي ركبتيه، وإن كان لابسا ساعة أو خاتما فإنه يحركهما ليصل الماء إلى ما تحتهما. وهكذا يجب على المسلم أن يهتم بإسباغ الغسل حتى لا يبقى من بدنه شيء لا يصل إليه الماء. قال صلى الله عليه وسلم: تحت كل شعرة جنابة فاغسل الشعر وأنق البشر. رواه أبو داود والترمذي. ولا ينبغي له أن يسرف في صب الماء، فالمشروع تقليل الماء مع الإسباغ. قد كان صلى الله عليه وسلم يتوضأ بالمد ويغتسل بالصاع، فينبغي الاقتداء به صلى الله عليه وسلم في تقليل الماء وعدم الإسراف، كما يجب على المغتسل أن يستتر. لا يجوز أن يغتسل عريانا بين الناس، في حديث: إن الله حي يحب الحياء والستر، فإذا اغتسل أحدكم فليستتر. رواه أبو داود والنسائي. والغسل من الحدث الأكبر أمانة من جملة الأمانات التي بين العبد وبين ربه، يجب عليه أن يحافظ عليه وأن يهتم بأحكامه ليؤديه على الوجه المشروع. وما أشكل عليك أيها المسلم من أحكام الغسل أو غيره ومن موجباته فاسأل عنه أهل العلم، ولا يمنعك الحياء من ذلك، فإن الله لا يستحي من الحق. الحياء الذي يمنع صاحبه من السؤال عن أمور دينه حياء مذموم، بل هو جبن من الشيطان ليثبط به الإنسان عن استكمال دينه ومعرفة ما يلزمه من أحكامه. وعن الطهارة عظيم، التفريط في شأنها خطير، لأنها تترتب عليها صحة الصلاة التي هي عمود الإسلام. فينبغي للمسلم ويجب عليه أن يهتم بطهارته ويحكمها ويتقنها على وفق ما شرعه الله ورسوله، ولا يتساهل في شأنها، ولا يأخذها بالتقليد عمن لا يعرفون الأحكام الشرعية، بل عليه أن يأخذها ممن يعرفون حكمها من الشرع. نسأل الله لنا ولجميع المسلمين البصيرة في دينه والإخلاص له في القول والعمل، صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه. وإلى الحلقة القادمة بإذن الله تعالى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.